ما غاديش نحكي لك حياتي، غادي نفرجك فيها. هذه صورة ديالي أنا وزهور ملي الله درنا العرس. ديك الساعة ما كانش المصور كيجي العرسات، كان العروسة وعريس هما اللي كيمشيو لعندو. وهذه صورة ثانية ديالها ملي كانت حبلة، ضحيت عليها باش مشيت تاخد صورة وهي حبلة، بحال اللي كنت عارف راسي أنني غادي نمشي. هذه الصورة ديالنا بثلاثة، كنظن هذه آخر تصويرة درت معاهم من بعد السفر ديالي. كتبان عزيزة عليك، علاش مشيتي وخليتيها؟ إيوا واش غادي نقول لك، بحال اللي تتقول الأغنية، الزمان ليه يا زمان ما ترجع. الطيش والعقل ديال الصغور والمكاتب. كنسمح لي على راه كانت عندك 30 عام، راه ما كنتيش صغير. إيوا واش غادي نقول لك، أنا ملي تحت لي فرصة أنني نسافر قلت هذه مناسبة ماشي ندبر على راسي، مع أنني كنت مولوع بالموسيقى بواحد الشكل غريب. ماشي ندبر على راسي ونرجع ونعيش في رفاهية، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وعلاش ما رجعتيش؟ إيوا واش غادي نقول لك، بقيت مجلوق من كباري لكباري. مشيت خدمت في واحد الكباري كبير في ريا محمد علي، تهلاو فيا وجيت كنشتغل مع واحد الجوق كبير، حطوني في واحد الكرسي جنب الجوق كنضرب الطر. من تمام ديك الفترة سنين حتى رجعت بحالي لهنايا. عرفتي شحال كان صعيب على فريدة حياته كاملة وهو عايش ما عندوش با؟ درت مزية زغل ملي قالت لي باك مات، اللهم تقول له راه باك مات ولا تقول له راه هرب عليك. ما متفقش معها، الله ما كون قالت له الحقيقة ولا تخليه بحال هكا. لا لا بالعكس بالعكس، أنا ملي جيت لهاد الدار بقيت كنقلب على راسي وحاولت أنني نتقرب ليه ودابز باش نولفو، ولكن ملي سمعت كيفاش كيهضر على داك البا داك البطل داك الجندي اللي من الضحية ديال الحرب، ما بغيتش نخسر له هاد الصورة هادي اللي على باه، وقلت اللهم نجيبها في راسي ونسكت ولا نخلق له هو شي مشكل. والله ما عرفتش تبقى فيا انت ولا خالتي صور مسكينه اللي ربات داك الولد بوحدها، ولا فريد، والله ما عرفت، ولا انت بداك الشطيح ولا ما عرفتش من تر ما عرفتش. حقيقه ضاع لي الوقت لانني كنت بعيد على مراتي وولدي، ولكن بصراحه عشت لحظات جميله لانني اشتغلت في اجواء كبيره وشفت نجوم كبار ديال مصر. للأسف أولي إلا لأنك تكون شي تتشوشتي تما والد. أعوذ بالله أعوذ بالله، هذه هي الحاجة الوحيدة اللي ما عمري فكرت فيها. أنا دائما كان دماغي مشغول فريد وبزهور صباح مساء، كنت مع الدبع صباح ما كنتش عادي. هلال خصك تكون الفريد الحقيقة، ما خصكش تخليه بحال هكا. أنا مسوق فيك، أنا مسوق فيك صباح، استريني على عرض الله إلا ما استريني. انا راه ما نقدرش نمشي نقولها لها، هذه راه مشكله كبيره، راه خصكم نتوما اللي تحلوها وانت اللي تمشي وتعترف. ولكن خصكم تقولها لي، انا ما نقدرش نعيش مع راجل يبقى كذب عليه بحال هكا. يا تقولوها ليه يا انا غنمشي نقولها ليه. شوفي يا صباح، انا غادي نجيك من الاخر. انا ملي جيت لهاد الدار تعذبت باش نساجم مع ولدي ويهضر معايا ونفرح به. انا دخلت لهاد الدار حسي مسي، ولكن انا غادي نقول لك بانني غادي نعاود نخرج منها غدا ان شاء الله حسي مسي.